هكذا بدت اليوم شوارع مدينة تايز، غضب واحتجاجات عارمة، لافتات وهتافات لمئات المواطنين الغاضبين بملء حناجرهم تنديداً بانهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى. موجة غلاء غير مسبوقة نجم عنها تراجع كبير في قدرة المواطن الشرائية، جعله عاجزاً عن شراء احتياجاته الضرورية. خرجنا اليوم ثورة الجياع وثورة تطالب بالأمن والاستقرار والمعيشة وتحسين المعيشة الاقتصادية. اليوم أصبح المواطن لا يتناول حتى القرص الروتي، أصبح القرص الروتي اليوم بمئة ريال، أصبح حتى الشاي بثلاثمئة ريال. اليوم مدينة تعز وغير من المدن المحررة وكثير من المدن المحررة اليوم تعاني من الفقر والجوع والارتفاع الأسعار. ليس الغلاء وتردي المستوى المعيشي فحسب هو من تصدر قائمة الاحتياجات، فالفساد الكبير المستشري في مفاصل الدولة شكل دافعا آخر للخروج إلى الشارع للمطالبة بإقالة الفاسدين أيا كانوا وإحالتهم للقضاء، مع اتخاذ التدابير العاجلة التي تنتج حلولا جذرية وليس تخديرية. نحن نقول للمجتمع الدولي اليوم نحن كشعب 25 مليون لا نثق بهؤلاء الفاسد، منظومة الفساد الموجودة في الشرعية. اليوم نقول لهم نحن لسنا واثقين فيكم من اليوم وبعد. مهما حصل من دعم من مليارات للبنك المركزي والله إنها ستنهب، لأنهم مجموعة من الفساد المقننين. نطالب بتطهير الشرعية من الفاسدين. الشرعية تحتوي على فاسدين أكلوا الأخضر واليابس، تم الدعم بالمليارات من قبل التحالف للشرعية لكن أكلوها فاسدين في الشرعية. وتزامنا مع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات الاقتصادية، فقد أغلقت المحال التجارية أبوابها في المدينة بما فيها محلات الصرافة والأفران في ظل تراجع قيمة الريال أمام الدولار الذي تجاوز حاجز 1700 ريال مقابل الدولار الواحد. يبدو أن كل المؤشرات توحي بكارثة اقتصادية وسياسية قادمة، وإن تداعياتها سيغير الوضع في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ولم يجد هؤلاء سوى الغضب، اغضب فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين. عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز.